في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 7 مايو عام 1920 كان تأسيس أول بنك مصري برأس مال مصري، وهو بنك مصر على يد الاقتصادي المصري طلعت حرب، فقام بتنفيذ الفكرة وتقديمها للمجتمع المصري بهدف استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي. فقد استطاع طلعت باشا إقناع عدد من المصريين بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ في حينها إجمالي ما اكتتب به 80,000 جنيه. وبالفعل أدت سياسته الرشيدة إلى الكثير من التطورات التي شهدت في الاقتصاد القومي، وتم تنفيذ فكرة البنك القابض التي تدور في فلكه مجموعة من الشركات تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وغيرها الكثير. في 6 مايو عام 1936 تم تنصيب الأمير فاروق ملكاً على مصر خلفاً لوالده الملك فؤاد الأول، وبتتويجه عمت الاحتفالات كافة أنحاء القطر المصري. واستمر حكم فاروق مدة 16 عاماً، إلى أن أرغمته ثورة 23 يوليو عام 52 على التنازل عن العرش. عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. فغادر على ظهر اليخت الملكي المحروسة في 26 يوليو عام 1952. في 9 مايو عام 1960 استقبل الرئيس جمال عبد الناصر فريق كرة القدم البرازيلي، وقد جاءوا لتحية الزعيم جمال عبد الناصر على مجهوداته في رفعة البلاد وتبنيه مسألة إحلال السلام على مستوى العالم واستقلال الدول المحتلة. وفي 9 مايو عام 1964
استقبل الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف في القاهرة، كما استقبله الشعب المصري بحفاوة بالغة بعد الدور الحاسم الذي لعبته موسكو إبان العدوان الثلاثي عام 1956. عقارب الساعة لا تتوقف، ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.